حضرتك بتقول لي انه الفلو فاكسين او مصل البرد اللي احنا بناخده في الوقت ده اللي هو قبل الشتاء على طول يقلل من الجلطات بالنسبة للناس ولا اللي هم كانوا اصيبوا بذبحات او جلطات سابقة؟ لا، قال للناس اللي هي امراض القلب، المرضى القلب اللي عندهم ضعف في عضله القلب او جالهم ذبحات صدريه في الماضي. لكن في ناس تانية قلقة من الكورونا ومن فاكسين الكورونا، وفي كلام كتير انه هل الكورونا ادت لمزيد من الجلطات، وبعدين ناس تقول لك اه والله ده الفاكسين هو اللي ادى للجلطات، رأي حضرتك ايه يا دكتور؟ طبعا الكورونا او الكوفيد كوفيد did have or does have له definitely effect على عضلة القلب نفسها عن طريق الانفلاميشن، وبرضه التهاب بيبقى له التهاب، وبرضه بيبقى له أثر سلبي على تجلط الدم عن طريق إن هو بيسبب اللايننج بتاع الأوعية الدموية الشريرة فيسبب جلطات. انما الفاكسين نفسه، يا في ريبورتس بتقول ان الناس بيجي لها بعد كده مضاعفات. ما فيش حاجه ثبتت بالفعل عن طريق ابحاث عالميه وعلميه، انما في الوقت الحاضر احنا لا زلنا بنجري ابحاث. لان خلي بال حضرتك، الكوفيد ده كله 2019 2020، فثلاث سنين، فنحن لسه بنتعلم والابحاث جاريه للمعرفه الصحيحه.